السلام عليكم. كشفت السلطات العراقية قبل أشهر أن لديها موافقات ب340 متهما إعدام في حق مدنيين في أعمال إرهابية وإجرامية، ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول لتنفيذ حكم الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية حسب منظمة العفو. وقد حكم الأسبوع الماضي على قاتل مديرية بلدة كربلاء في جنوب العراق عبير سليم، الذي أرضى بالرصاص خلال قيامه بحملة إزالات تجاوزات في الشوارع والأراضي العامة في المحافظة قبل نحو أسبوعين، وأمام محامي المتهم 30 يوم للاستئناف الحكم. وهل سيتم الاستئناف في المحكمة أم سيتم تنفيذ حكم الإعدام؟ سنوافيكم بالمزيد من الأخبار.